مرحبا مشاهدين تشبيه قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في المباشر من مدينة الدار البيضاء، منطقة المعارف. حريق داخل إحدى المحلات السكنية هنا بإحدى العمارات من منطقة المعارف. تشوفوا التدخل العاجل ديال رجال الوقاية المدنية في هذه الأثناء. الطريقة اللي غادي يطلعوا بها هذاك الخرطوم ديال المياه للمنزل اللي مندلع به النار داخل لداخله من أجل السيطرة على هذا الحرق. هو الحرق كيبان بأنه ماشي خطير ماشي كبير، ولكن بداية الحريق والتدخل العاجل لرجال الوقاية المدنية غادي يمكن من السيطرة عليه قبل التطور ديالو. هادشي اللي كيحاولوا رجال الوقاية المدنية في هاد الأثناء هما أنهم يسيطروا على الحريق في البداية ديالو. سير اشوف دوز دوز بغيتي دوز 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 شوف الدار ما كاينينش هما دابا تير الولد ولا ولد دير به ما عرفتها فوق الاصفار ولا ما عرفتوش العافيه فين شارع هنايا هنايا حيت هبطوا من هذيك العماره طلعوا داروا داك لاكونيسونس باش يتعرفوا على العافيه فين غطلعوا هبطوا من هذيك الباب اللي حدا داك السوبر مارشي. هو فين دابا؟ وما كتبانش العافيه ولكن ولكن هما راه خصهم يديروا راه واقيلا منين كيطلع داك السيد ربما كطريام خصهم يقضيو عليها في الديبار قبل ما تطور كطريام هذيك الطبقه الرابعه ولكن راه فيها بنادم ويخرج نورمالمون ساكنين فيها الناس كطريام راه في طرف الكيف هو كيطلب عام كيجوز لا لا ماشي هذاك اللي كيطل واقيلا اللي تحت منه واقيلا اللي تحت منه واللي مكلف داك الكرميزه راه كاينين اللي مكلف داك لا كاين اوكي فيل لي شوفوا رجل الوقايه المدنيه كيقلب على معدات اللي غادي يستعملها ربما من اجل فتح الباب ديال المنزل اللي ان ربما كاينينش مواليه ربما كنقول منساوش نذكرو بان هذه شاحنات جديده دخلت للخدمه ديال الوقايه المدنيه مؤخرا مجهزه باحدث التقنيات من اجل التدخل في مثل هذه الحوادث والكوارث الطبيعية وأي شيء كيستدعي تدخل رجال الوقاية المدنية. ثم كتشوفوا كيفاش مجهزة أي شيء غادي يحتاجه رجل الوقاية المدنية من أجل التدخل. بالنسبه للناس اللي غادي يتحققوا بنا في هذا المباشر، حريق داخل منزل احدى العمارات بمنطقه المعارف بمدينه الدار البيضاء، وعلى الفور تدخل ديال رجال الوقايه المدنيه من اجل السيطره على الحريق في البدايه ديالو. كيف ما كتشاهدوا شاحنه وسيره الاسعاف التابعين لجهاز الوقايه المدنيه في عين المكان. تحية كبيرة على الناس
تقوم بمجهودات كبيرة، تكون دائما في الصفوف الأولى في حالة وقوع الحوادث أو مثل هذه الكوارث. وهذا أهم حاجة، هو أن ما تكونش خسائر بشرية، الخسائر المادية أي شيء غادي يتم التعويض ديالو. دين اس اف تحياتي لك خويا كاتريسكي. ايوا الواجب المهني كنديرو صافي عادي. لا هو كيبان بان ما كاينش شي حرائق حقيقه، ولكن الوقايه المدنيه ما كيخليوش حتى شي حاجه للشك، وكيدخلوا من اجل السيطره على اي حاجه كيظنوا بانها غادي تطور وتحول الى حرائق مهمه. ثم كنشوفوا العماره حد الساعة ما فيها حتى شي حاجة، ما كيبان لا دخان لا حتى شي حاجة كتبان. هانتوما غادي تشوفوا الطريقة باش غادي يطلعوا الخرطوم ديال المياه، غادي يغطوه. إذا هكا غادي يطلع الخرطوم ديال المياه باش يقوموا بإخماد الحرائق. إذن بداية حريق في أحد المنازل هنا بمنطقة المعارف بمدينة الدار البيضاء، الوقاية المدنية كتدخل على عجل من أجل السيطرة على هذا الحريق. كيف كتشوفوا رجال الوقاية المدنية في الأثناء كيقوموا بمد خرطوم المياه من أسفل العمارة إلى الأعلى من أجل ضخ المياه والسيطرة على الحريق المندلع ولو أنه بسيط داخل إحدى العمارات هنا بمنطقة المعارف بمدينة الدار البيضاء. سمية متوكيل عافية اختي في واحد الدار ولكن بسيطة، وجا الوقاية المدنية غندخلين في هاد الأثناء من أجل السيطرة عليها.
الحمد لله لا شيء يدعو إلى القلق، أمور عادية وتحت سيطرة رجال الوقاية المدنية. إذا شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.